دعوة كريمة من المملكة المغربية الشقيقة، وفي إطار الشروط الممدودة لتوحيد والتئام مجلس النواب الليبي، اجتمع أعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية في الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر 2020. وبهذه المناسبة يتوجه أعضاء مجلس النواب لأسمى آيات الشكر والتقدير والأنفاق للمملكة المغربية ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنين هكذا الجهد والحرص على دعم الشعب الليبي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا وعودة الاستقرار للبلاد. وإذ يؤكد المجتمعون على دعمهم لكافة اللقاءات الإيجابية والبناءة التي تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، فإنهم في ذات الوقت يؤكدون للشعب الليبي الكريم على الآتي: أولاً، أن المقر الدستوري لإنعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، والاتفاق على عقد جلسة انتهاء مجلس النواب في مدينة الزامس مباشرة هذا الأمر لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام في مجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه. ثانياً، العزم على المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام لكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. ثالثاً، الاستعداد الدائم للتعاطي الإيجابي مع كافة مخرجات وزارات الحوار لما يتفق مع الآلام الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي فيه، ونثمن ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية. رابعاً، الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أداء تجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب. خامساً، التأكيد على ضرورة احترام الأداء الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم CSR 25-10 بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازن يساهم في إرباك المشهد. سادساً، نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى أداء خطاب التصالح والتسامح. سابعاً، الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصراً وشغل الطب. حفظ الله ليبيا وشعبها. صدر بطنجة المملكة المغربية بتاريخ 28 نوفمبر 2020 ميلادي الموافق 12 ربيع الثاني 1442. Thank you.